ونعود إلى نقاش العشرة لنهار اليوم، حيث سنسلط فيه الضوء على إيداع الطعون على مستوى المحكمة الدستورية من قبل المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الخبير في القانون الدستوري الأستاذ العايب علاوة. صباح الخير أستاذ. صباح الخير لك ولي مشاهدي قناة الشرق. أستاذ علاوة، هل أنت في الاستماع؟ نعم نعم. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. نعم، إذن أستاذ العايب، يوم أمس قدم مترشحين لرئاسيات طعونا على مستوى المحكمة الدستورية، ومن المفروض أن تنطلق في دراستها المحكمة الدستورية بعد تشكيل لجان. هل يمكن أن توضح لنا من هم أعضاء هذه اللجان ومن يترأسها؟ أولا، أن المحكمة الدستورية تفصل في الطعون في خلال 72 ساعة المقررة بعد استلام المحاضر من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبالتالي تفصل في خلال 3 أيام. ومن هنا الطعون بطبيعة الحال عندنا أعضاء المحكمة الدستورية اللي هم 12 بما فيهم الرئيس بطبيعة الحال. فالرئيس يكلف مقرر من الأعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية، ولا هو يلعب دور قاضي أثناء الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية أو الاستفتائية، فيكلف أحد أعضاء ويصبح مقررا ويدرس الملف بالاستعانة مع خبراء كذلك آخرين، وبالتعرض إلى الوثائق، لأن الطعن يجب أن يكون مبررا وفي أجاله القانونية شكلا وموضوعا. وبالتالي هذا المقرر هو الذي يتولى دراسة الطعن، وعندما ينتهي يقدم تقريره إلى أعضاء المحكمة الدستورية، وهي التي تفصل في هذا الطعن خلال 3 أيام. لكن المدة دائما يجب مراعاتها من استلام آخر محضر، سواء بالنسبة للسلطة المستقلة في مراعاتها 72 ساعة، أو بالنسبة للمحكمة الدستورية كذلك في مراعاتها 72 ساعة. وبعد ذلك يتم الفصل فيها إما بالقبول أو بالرفض حسب الأدلة والتعليلات القانونية التي يقدمها الطعن بطبيعة الحال. يعني والإعلان عن النتائج سيكون خلال 10 أيام المقبلة أستاذ العايب. نعم، أن بعدما تنتهي ليش المحكمة الدستورية لها 10 أيام؟ لأن أولا تفصل في الطعون، ثم بعد ذلك 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام آخر محضر من السلطة المستقلة للانتخابات. يجب أن لا نخلط في المسائل، يعني مثلا إذا استلمت المحكمة الدستورية آخر محضر يوم الاثنين، فتبدأ يوم الثلاثاء منتصف الليل، يعني يوم الثلاثاء على الساعة 1 على الساعة منتصف الليل يبدأ حساب 10 أيام، ومن هذه 10 أيام 3 أيام للفصل في الطعون. بعد ذلك تعلن المحكمة الدستورية استنادا إلى المدى، هذه المادتين اللي راني نتكلم عليهم 259 و260 من القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الصادر 21/01 الصادر في 10 مارس 2021. هذه هي اللي من يهمهم الامر، المادتان 259 و260. وتفصل بعد، عندما تفصل المحكمة الدستورية بطبيعة الحال بصفة نهائية، لأن قرار المحكمة الدستورية قرار نهائي وغير قابل لأي طعن أو استئناف، وعلى جميع السلطات الإدارية والقضائية الالتزام به وتنفيذه. نعم أستاذ العايب، ماذا عن أداء اليمين؟ يعني سيكون مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية الغير قابلة للطعن. والله هذا اللي تكلم عليه
المادة 200، أنا نحب المواد دائما نذكر من عموم الأمر، المادة 89 من دستور أول نوفمبر 2020. هذه المادة في محتواها أنه يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب يعني بصفة علنية وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، يعني جميع الهيئات العليا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. نعم نعم، شكرا لك أستاذ العيب علاوة الخبير في القانون الدستوري على كل هذه التوضيحات. شكرا. العفو أستاذ.